معلومة صحية وسريعة مع مونيك باسيلا زعرور. كتير ناس بتسألني شو أحسن نوع معكرونة نستعملها، المعكرونة السمراء، المعكرونة البيضاء، المعكرونة الفريش، أو حتى المعكرونة اللي فيها سبانخ. لازم تعرفوا أنه أنا شخصياً ما بشتري غير معكرونة العادية المجففة بأكثر الأحيان، ما بعتمد على السمرة كمصدر للألياف لأنه ما فيها كتير ألياف. أنا شخصياً الألياف اللي بحب أنه ناخدها بالخبز الأسمر، بالفواكه والخضرة، وبقشرة الفواكه اللي بغسلها منيح وبخليها. كمان لازم تعرفوا أنه المعكرونة الطازة إجمالاً بتحتوي على صفار البيت، فممكن يكون هي مصدر للكوليسترول. وقتها بتروحوا كمان بتشتروا المعكرونة الخضرة وبتفكروا أن هي معكرونة على سبانغ، كتير قليل كمية السبانغ اللي بتكون موجودة فيها هيدا إذا كان فيها سبانغ. فعن جد نصيحة مني لإلكم، تستعملوا المعكرونة المجففة العادية، وهي أخذ المعكرونة باعتدال هو اللي أهم شيء بالحياة.